قلنا قبل كده ببرنامج الجدعان أن هناك 57 شركة مصرية متخصصة في الصناعات الغذائية تنتظر زيارة من هيئة الدواء والغذاء السعودية حتى يمكن أن تعتمد في التصدير إلى أسواق المملكة العربية السعودية. جميع هذه الشركات تم اعتمادها من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتتواجد في القائمة البيضاء المصرية، ولكن اشتراط هيئة الغذاء والدواء السعودية هو ضرورة اعتماد هذه المصانع من قبل لجنة من المملكة العربية السعودية. وطبعا بقالنا على هذا المنوال حوالي سنتين كاملين، 57 شركة مصرية تنتظر لجان هيئة الغذاء والدواء السعودية حتى يمكن أن تصدر إنتاجها إلى المملكة العربية السعودية. احنا قلنا نحن صادراتنا إلى المملكة العربية السعودية من الصناعات الغذائية تصل إلى 304 مليون دولار، وأن هذه الشركات قادرة على زيادة صادراتنا إلى نحو 360 مليون دولار، يعني تزود حوالي 61 مليون دولار لصادراتنا إلى أسواق المملكة العربية السعودية. هو التكامل الغذائي العربي المطلوب. بفضل الله استجابت هيئة الغذاء والدواء السعودية إلى النداء المصري، وحاليا يزور مصر وفد رفيع المستوى من هيئة الغذاء والدواء السعودية لاعتماد جميع المصانع المصرية وفتح أسواق المملكة العربية السعودية أمام منتجاتها. ده شيء رائع جدا وكلنا في انتظاره من سنتين كاملين، ولكن أجدد النداء مرة أخرى إلى الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وإلى السيدة ليفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. من فضل حضراتكم إحنا عندنا قائمة بيضاء بالمصانع المصرية التي تلتزم بكل ضوابط ومعايير سلامة الغذاء، وتم اعتمادها من خلال خبراء الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر. لماذا لا نتفاوض مع هيئة الغذاء والدواء السعودية؟ من فضل حضراتكم أي مصنع موجود في هذه القائمة البيضاء اللي بيطلع عينيهم على ما يدخلوا فيها، من فضل حضراتكم افتحوا أسواق المملكة العربية السعودية مباشرة أمام منتجاته. كل مصنع يلتزم بضوابط ومعايير الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، وهي ضوابط مشددة لأقصى درجة. ده طلب لن نتراجع عنه. عايزين تفاوض مع هيئة الغذاء والدواء السعودية. احنا مش مستنيين لجان تيجي تراقب على مصانعنا، احنا أدرى وعندنا أسواق كتيرة جدا بتاخد صناعات غذائية مصرية، ونعلم ما هي اشتراطات العالم حتى يسمح بفتح أسواقه أمام صادرات الصناعات الغذائية المصرية. ده أمر بسيط جدا ويؤكد مدى الثقة ما بين هيئة الغذاء والدواء السعودية وما بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر اللي بيقودها خبير مخضرم في سلامة الغذاء هو الدكتور حسين منصور. دي قضية مهمة جدا، عايزين خلال الأيام اللي جاية نبارك لكل هذه الشركات 57 شركة مصرية، نبارك ليها فتح أسواق المملكة العربية السعودية أمام منتجاتها. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهارده في برنامج الجدعان.